اليوم مناسبة جميلة، مناسبة المولد الشريف، مولد النبي عليه الصلاة صلى الله والسلام. عليه وسلم. شيخنا بهذا، يعني هناك أسئلة عادة تثار بهذه المناسبة، هل الموعد هذا موعد صحيح 12 ربيع الأول؟ هل الاحتفال بالمولد يجوز أم لا يجوز؟ نرجو منكم قولا فصلا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى شرف رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم وفضله على الناس كافة، وجعله خاتم النبيين وإمام المرسلين، واختصه بكثير من الخصائص التي تدل على محبة الله له وعلى فضله، منها خصائص دنيوية ومنها خصائص أخروية، وهذه كلها تدل على تشريف الله له وتكريمه له. وقد جعل الله سبحانه وتعالى تعظيمه صلى الله عليه وسلم إيمانا، ومحبته كذلك شرطا من شروط الإيمان. وهذا اليوم الذي هو يوم الاثنين قطعا ولد فيه، لما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صيام يوم الاثنين فقال ذلك يوم ولدت فيه. فهذا اليوم هو الذي ولد فيه، وهو الذي بعث فيه، وهو الذي توفي فيه أيضا بأبيه وأمه صلى الله عليه وسلم، وهو الذي قدم فيه المدينة مهاجرا. نعم. أما هذا الشهر هو شهر ربيع الأول، فقطعا هو شهر مولده، لم يخالف في ذلك إلا الزبير بن بكار، فقد قال إنه ولد يوم 12 من رمضان، وهذا غلط بعيد، لكن لم يختلف من سواه أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد في ربيع الأول، وأنه قدم المدينة مهاجرا أيضا في ربيع الأول، وأنه توفاه الله في ربيع الأول. وتحديد هذا اليوم كله في الصحيح شيخنا، كله ثابت. أما تحديد اليوم ففيه أقوال كثيرة، فقيل ولد يوم 3 من ربيع الأول، وقيل يوم 8 منه، وقيل يوم 11، وقيل 12، وقيل 13، وأقوال أخرى. لكن المرجع في هذا المجزوم به أنه في هذا الشهر وفي يوم الاثنين، ولا نجزم بيوم بعد ذلك لكثرة الأقوال فيه. يجوز الاحتفال ب 12 ربيع الأول شيخنا؟ بالنسبة للاحتفال بمعنى جعله عيدا، واعتقاد أنه عيد من الأعياد مثل عيد الفطر وعيد الأضحى، هذا بدعة من البدع، والله سبحانه وتعالى هو الذي يشرع لعباده مواسم العبادات والقربات والخيرات. وقد جعل الله لهذه الأمة عيدين عظيمين، هما عيد الفطر من رمضان، وعيد الحج الذي هو يوم النحر، اليوم العاشر من ذي الحجة. وأصل ذلك أن أركان الإسلام خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهذه ما لها وقت، ليست مرتبطة بوقت يقولها الإنسان في أي وقت يدخل بها الإسلام. والركن الثاني الصلاة، ولها عيد أسبوعي لتكرارها وكثرتها، فكان لها عيد أسبوعي هو يوم الجمعة. والركن الثالث الزكاة، وهذه لكل فرد زكاته، فكل فرد يوم يدور الحول، يوم يحول الحول على ماله وقد كمل نصابا وكمل ملكه له، هذا اليوم هو يوم إخراج زكاته، فهو بمثابة عيد الزكاة، لأنها تعود فيه دائما، يعود هذا الموعد، هو موعد إخراج الزكاة من السنة. والصوم هو الركن الرابع، وعيده هو يوم الفطر منه، وهو أول يوم من شوال. والحج هو الركن الخامس، وعيده هو العاشر من ذي الحجة. وهذه هي الأعياد التي شرعها الله، وشرع فيها أنساكا معينة، ففي عيد الفطر شرع الله زكاة الفطر، شرع صلاة العيد، وفي عيد الأضحى شرع الله الأضحية بالنسبة لغير الحاج، وشرع فيه كذلك صلاة العيد. أما يوم ولد النبي صلى الله عليه وسلم، أو يوم وفاته، أو يوم هجرته، أو غير ذلك من المواسم، حتى يوم الوقوف بعرفة، فليس عيدا بمعناه الشرعي. وإن أطلق في بعض الأحاديث أو النصوص على بعض الأيام أنها عيد، كأيام النحر التي بعد يوم العيد، فهي أيام عيد بمعنى أنها أيام أكل وشرب، لكن ليس فيها تعبد مخصوص. وكذلك يوم الجمعة على إطلاق أنه عيد، ليس فيه تعبد مخصوص غير الجمعة وخطبتها.
وما يشرع من الاغتسال والتنظف والتهيؤ للجمعة. أما ما سوى ذلك فمن أيام السنة كلها فليس فيه عيد للمسلمين. ويوم مولد النبي صلى الله عليه وسلم يوم عظيم فيه نعمة من نعم الله، من أكبر النعم على هذه الأمة، وهو استئناف تاريخ هذه الأمة وبداية نشأتها. فنشأت هذه الأمة إنما ابتدأت برسوله الكريم صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. والرسول صلى الله عليه وسلم لم يحدد لنا هذا الموعد، ولم يحتفل به، ولم يحتفل به أحد من أصحابه. وإن كان حين قدم المدينة وجد اليهود يصومون يوم عاشوراء ويعظمونه، فسألهم ما هذا اليوم الذي تعظمونه؟ فقالوا يوم أنجى الله فيه موسى من فرعون وجنوده، فهذه نعمة. فقال نحن أولى بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه. لكن يوم ميلاده هو نعم نعمة، لكن لم يشرع لنا ذلك فيه إلا هذا الحديث الذي ذكرنا في صحيح مسلم، أنه سئل عن صيام يوم الاثنين فقال ذلك يوم ولدت فيه وبعثت فيه، فهذا اليوم يشرع صيامه. ومشروعية الصيام فيه لا تقتضي كونه عيدا. فالناس فيه على ثلاثة أقسام: من اعتقده عيدا وأراد أن يخصه بعبادة مخصوصة ونحو ذلك، هذا ابتدع فيه. القسم الثاني: من رآه مناسبة سارة وذكرى يتذكر فيها الناس رسولهم الكريم صلى الله عليه وسلم، ويقرؤون سيرته ويستحضرون مشاهده ويستحضرون أوامره ونواهيه، سننه وشمائله، نعم سننه وشمائله، وأيضا حتى يعلمون أولادهم ويعلمون جهالهم، ينشدون بعض القصائد بحقوق هذا الرسول، نعم، ومدح الرسول صلى الله عليه وسلم مشروع، وهذا لا حرج فيه وليس بذاته. القسم الثالث: من جعله مناسبة عادية من مناسبات الحياة الدنيا، استعمال المآكل والمشارب واللباس ونحو ذلك، هذا جائز وليس مطلوبا. فالمطلوب هو الحد الوسط، والبدعة الأمر الأول، والأمر الأخير جائز. فهذه هي أقسام الناس فيه. وهذا اليوم الذي ولد فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلف في إحيائه وما يتعلق بذلك اختلافا كبيرا، ولكن اتفق الجميع على أنه ليس من السنة، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا عن أحد من الصحابة الكرام، ولا عن أحد من التابعين، ولا عن أحد من أتباع التابعين، ولا عن القرون الثلاثة المسكات أن أحدا منهم خص هذا اليوم بشيء. وأول من خصه بشيء في أيام العبيديين، العبيديون الشيعة، العبيديون الشيعة الذين حكموا مصر وبنوا القاهرة، فهم أول من عظم اليوم الثاني عشر من ربيع. وذكر بعض أهل العلم أنهم متهمون لأن هذا اليوم يقال إنه يوم وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي عليه جمهور أهل السيرة أن يوم وفاته كان الثاني عشر من ربيع. ما معنى متهمون شيخنا هنا؟ أنهم لا يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم، يرحمون بموته لا بميلاده. وفعلا هم كفرقة لا يحبون النبي عليه الصلاة والسلام، هم كانوا يكرهون السنة مطلقا ويقتلون علماء السنة، فرقة أهل السنة يكرهونها، نعم، حتى السنة النبوية، السنة النبوية يكرهونها، ويكرهون رواتها ويكرهون أهلها ويقتلونهم. وتعرف أن منهم من ادعى الألوهية ومن ادعى الحلول، حتى مدحهم شعراء، فرقة منحرفة يعني خارج الإسلام، مدحهم شعراء ليسوا مثل الشيعة، مدحهم الشعراء بذلك. حتى برهاني الأندلسي يقول: ما شئت لا ما شاءت الأقدار فافعله أنت الواحد القهار. هذا في مدح المعز الحاكم، المعز الفاطمي الذي بنى القاهرة. نعم. وعموما كثير من الذين يرون الاحتفال به و تخصيصه ببعض الأمور أو يجعلونه عيدا يقولون لم يشرع إلا في القرن الرابع الهجري. القرن الرابع الهجري ما فيه شرع جديد. فالشرع ختم عندما أنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فهذه هفوة من هفوات بعض الفقهاء، يقولون هو عيد شرع في القرن الرابع الهجري. وهذا الكلام متهافت متناقض. نعم. ولكن عموما ترى أيضا بعض الناس في المقابل يتشدد
ويريد طمس هذا اليوم بالكلية ويرى أنها ليست مناسبة ولا هذا فيه شفاء السرور مطلوب بنعمة الله على رسوله صلى الله عليه وسلم، ونحن أولى الناس بأن نفرح بأن اختاره الله لنا، والله سبحانه وتعالى قال قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم رحمة الله للمؤمنين، فعلنا أن نفرح به، والفرح به منه الفرح بمولده. وكذلك كون اليوم 12 يوم وفاته محل بحث، لأنه صلى الله عليه وسلم وقف في عرفة في اليوم 9 من ذي الحجة قطعا يوم الجمعة بالإجماع. وإذا حسبنا الشهور بالتمام أو بالنقص أو بتمام بعضها ونقص بعضها لا يكون يوم الاثنين يوم 12 من ربيع أبدا. فالذين قالوا هو يوم الاثنين يعني 12 فلكي لو عدنا لا يكون 12 أبداً. ربيع الأول لا يكون يوم الاثنين أبدا. وملاحظة مهمة. نعم، لكن العراقي في طرح التثريب قال يمكن أن يكون المقصود أنه توفي ليلة الثلاثاء ليلة الاثنين أقصد، وأن يوم 12 كان يوم الأحد، فنسب الناس أنه توفي يوم الاثنين يوم 12 معناه ليلة 13. وعموما حتى وقت وفاته صلى الله عليه وسلم مختلف فيه، فعن عائشة رضي الله عنها أنه توفي في وقت الضحى حين ارتفع الضحى، وقال بعضهم توفي ليلا وقال بعضهم توفي وقت الظهيرة. وعموما لا ينسجم ذلك مع ما ذكره الشيخ زين الدين العراقي رحمة الله عليه في هذا. نعم، لكن كمناسبة هكذا تواطأ عليها المسلمون لا ضير فيها شيخ نصر. نعم، إذا لم تكن عيدا، إذا لم يعتقد الإنسان كونها عيدا، ذكر المولد وذكر المولد يذكرون شيئا من شمائله وقراءة الشفاء القاضي عياض بالتعريف بحقوق المصطفى، وأيضا ذكر السيرة النبوية العطرة، وإشاعة مثل هذا النوع لا حرج فيه مع صيام اليوم الاثنين لأنه ولد فيه. نعم، جميل.